حسنا اذا البريه تعني اساسا ان الله يبدو بعيدا جدا عنا ووعوده ابعد حسنا نفهم ذلك دعونا نجعل الامر اكثر واقعيه هل تذكرون عودوا معي الى لحظه الخلاص سلمتم حياتكم ليسوع وامتلاتم بروح الله اتذكر انه عندما حدث هذا معي ظللت اضحك من الكنيسه الى باب البيت واستيقظت في الصباح التالي سعيدا في حين انني اخر مره استيقظت فيها سعيدا كانت في احد اعياد الميلاد وانا طفل حسنا لكن وقتها كنت اهمس فقط اهمس باسمه فارى حضوره اذكر ذات مره سيكون هذا فظيعا بالنسبه لكم داريل انت الوحيد الذي ستفهمني مشغل الشرائط الخاص بسيارتي وكان هذا قبل اختراع الكاسيت هذا من زمن الديناصورات حسنا تعطل مشغل الشرائط ليومين وكان هذا محبطا لا استطيع سماع اي ترنيمه فوضعت يدي على مشغل الشرائط فأصلحه الله كنت حين أطلب أي شيء يستجيب حسنا وبالمثل أذكر حين كان أديسون طفلا في كل مرة كان يبكي كانت ليزا تذهب إليه تطعمه بالملعقة وترضعه وتهتم به وتغير له لكن جاء وقت كان يجب أن يكبر شاهدوا مرحبا أنا تود وزوجتي تريسي أم... نحن هنا لنتحدث عن روعة ابننا تيمي هو طفل رائع عندما أغير له ملابسه في الصباح دائما يبتسم ويغني أغنيته آه. أغنية بديعة نعم. رائعون آه. آه. لكن نعم. ابننا الأخضر. تيمي أروعهم <applause> لا أريده أن يواجه أي نوع من الإحباط آه. الذي يمكن أن يصدمه لا أصدق كلام المشيرين أوه. إن جعلناه يفعل هذه الأمور لوحده نعم مستعد للعمل؟ تركب عربتك؟ حسنا ليت أمي كانت هنا تعلمون مديره اتصل بي حقا؟ نعم وماذا نعم. قال؟ أه مديره ليس لطيفا مديره ليس لطيفا، وأحيانا عندما يبدأ بتوبيخه أريد أن أنقض عليه حسنا يا رفاق، سنراجع الآن أرقام مبيعات 2018. أعتقد أن تيم أحضرت تقارير المبيعات؟ لا. لماذا؟ لا أريد. تعلمون، من الأمور التي نسمح بها دائماً لتيمي، لديه برامجه. أهلاً تيم. ماذا تفعل؟ أقوم أه ببعض العمل. إذا اتصل كيفن مرة أخرى لأن تيمي تأخر ساعتين فقط. أوه. أوصلناه بأسرع ما يمكن. نعم فعلنا. نذهب حينما يريد. في بعض الأحيان العربة الهزازة تتعطل. أخبارك؟ نحبك يا تيمي. نعم. كثيراً. بالتأكيد. <applause> هل نحن الوحيدان من لديهما طفل لا يخطئ أبداً؟ تفضل تيم شكرا لمجيئك سأدخل في الموضوع أداؤك أصبح سيء جدا قد نضطر لفصلك لا أريد أن أسمع هذا الحديث سأكلم أبي وأيضا تكلم أباك <applause> صديق الصغير تيمي كيف حالك؟ ما؟ ما المشكلة؟ أريدك أن تتحدث مع المدير. أهذا أبوك؟ كيف تتجرأ؟ كيف تتجرأ وتكلم طفلاً هكذا؟ من أي نوع أنت لتكلم طفلاً؟ هذا إنه ليس طفلاً سيدي. ماذا؟ إنه بالغ، إنه رجل بالغ. إنه ماذا؟ أو هل لديك أطفال يا كيفن؟ لا أعتقد ذلك. تمي طرد من عمله من الواضح اننا لم نوصله في الميعاد نعم، هذا خطأنا. وهذا خطانا, خطأنا, خطأنا, خطأنا نحن. نحن هذا خطانا لقد فكرنا في الانتقال بالقرب من ارباب العمل نعم وهذا التزام منا بالتاكيد نحن مستعدان ان نضحي من اجل ابننا حتى نعم. يصل الى عمله في الميعاد صحيح لما هذا الهدوء اليوم؟ نحن نبحث عن أرباب عمل جدد. نعم، لدي مقابلة مع رب عمل جديد غدا أتمنى النجاح نعم نعم ستبلين حسنا ونحن نبحث عن أمور تتناسب مع أسلوب حياة ابن ناتمي نريده أن يتمكن من أخذ قيلولته تم أنظر لي أنظر لي تم أود أن أراك ترسم أفضل تم ما هذه كلمات سنجعله ينجح سنتأكد أن حياته مثالية شكرا يا أبي نعم لن تكون هذه مشكلة بعد إلى اللقاء يا كيفن أحيانا أظن أنه ورث هذا السلوك مني لأنني أب جيد بالفعل أنت أب جيد أنا أب جيد لا, بأس لا, بأس لا, بأس. لا 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 سوف اتصل بالشركه اريد عصيراً. سوف اتصل بهم أصلح. ليست على المستوى اصلح هذه سوف نقاضيهم نعم نحن ابوان رائعان بالفعل نحن ابوان رائعان هكذا كان هذا رائعا صحيح فريقنا بارع فيما يخص الافلام القصيره على اي حال أم نحن كائنات روحيه وكما انه يجب ان ننمو جسديا وعقليا ننمو روحيا والله يعرف ذلك وهذا هو الهدف من البرية لأن هذا الدرس سنركز فيه على الهدف من البرية كنت أتحدث عن عن كوننا كائنات روحية إن نظرت إلى نمونا الجسدي النمو الجسدي مسألة ماذا؟ ومقتصر على فكروا الوقت هل رأيتم طفلا ستة أقدام؟ لا يجب أن نصل إلى عمر الثامنة عشر لنصل إلى النضج الجسدي الكامل صحيح؟ والثامنة عشر إلى أحد وعشرين. والنمو الفكري مسألة ماذا؟ تعلم لا تذهب من الصف الأول إلى الثامن صحيح؟ يجب أن تنتقل من الأول إلى الثاني إلى الثالث بالسرعة التي تريدها إذا فالتعليم العقلي والفكري ليس مسألة وقت بل تعلم لهذا لدينا متخرجون من المدرسة في الرابعة عشر ولدينا اناس في الستين ولم يتخرجوا من المدرسه لانها مساله تعلم والان النمو الروحي كيف يكون هل هو مساله وقت لا لا اطلاقا حسنا رايت اناسا مخلصين منذ عام ناضجين اكثر من مخلصين منذ عشرين عاما المخلصون منذ عشرين عاما يدورون حول الجبل في الصحراء حسنا النمو الروحي مسألة تعلم كان الفريسيون قادرين على تسميع أول خمسة أسفار في الكتاب لكن هابن الله واقف أمامهم ولا يعرفونه صحيح؟ النمو الروحي مسألة ماذا؟ يقول لنا بطرس في بطرس الأولى أربعة واحد انظروا فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية ما معنى كف عن الخطية؟ معناها وصل إلى النضج الروحي تفهمون؟ لكنني رأيت أناسا تألموا في الجسد لكن قساة. صحيح؟ تفهمون؟ يتصرفون كالشعب الذي علق في البرية سنينا. إذا يوجد عنصر آخر، وهذا العنصر موجود في عبرانيين خمسة ثمانية، مع كونه ابنًا تعلم الطاعة. كان عليه أن يتعلمها، لم يحضر الطاعة إلى الأرض بل تعلمها. مما تعلم الطاعة من ماذا؟ مما تألم به. إن نظرت إلى الآية السابقة يقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد للقادر أن يخلصه إنه في البرية وفي هذه البرية سواء في التجربة أو في غياب حضور الله المحسوس استمر مطيعا إذا كيف ننمو روحيا؟ ننمو روحيا عندما نقدم طاعة لله في وسط آلامنا في وسط البرية في وسط المصاعب في وسط الشدة في وسط التجربة. نطيع الله حتى حين يبدو وكأنه غير موجود أو كأنه بعيد. هذا أمر ضروري. أولاً، البرية ما هدفها؟ وقت ينضجنا الله فيه. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجاناً. اختر لغتك. اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org وما الهدف الثاني من البرية؟ إنها وقت الاتضاع تفعل الاتضاع في حياتنا تثنية اثنان مجددا وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الأربعين سنة في القفر لكي يذلك. لماذا الاتضاع مهم هكذا؟ لأن الله يعطي المتواضعين نعمة. انظر للتواضع على إنه مغناطيس نعمة، ونحن نحتاج النعمة لنسير مثل يسوع. النعمة تغفر خطايانا وهي خلاصنا عطية مجانية تمكننا من فعل ما لا يمكننا عمله بقدرتنا الشخصية. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. هذا تعريف الله لنعمته ثانيا لماذا نريد الاتضاع سبب المفضل يسكن الله مع المتضعين إشعياء 57 إحدى آيات المفضلة لأنه هكذا قال العلي ساكن الأبد أحب هذا الوصف هنا يناسب ما سيقوله بعدها القدوس اسمه أسكن يا إلهي لم يقل أزور في الموضع المرتفع المقدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لاحيي روح المتواضعين لماذا تحتاج روح المتواضعين للاحياء لانهم كانوا في الصحراء كانوا في البريه افهمتم حسنا هذا مهم جدا ان نظرت الى موسى كان موسى وثقا من نفسه جدا وهو في الاربعين من سيحرر هذا الشعب هو انا لكن بعد اربعين سنه في الصحراء اختلف الامر وسنتحدث عن هذا لاحقا يقول هذا عن موسى بعد أن قضى أربعين سنة في الصحراء وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض يا لها من شهادة رائعة كان أكثر الناس حلما على الكوكب في ذلك الوقت إذا نظرتم إلى يسوع يمر بالبرية وماذا يقول للناس تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب حسنا إذا نظرتم إلى بولس بولس يختبر يسوع لكنه يذهب إلى العربية، إلى البرية، صحيح؟ ظل ثلاث سنوات في الصحراء، لكن انظروا إلى حياته، أحب حياته، بدأ عام 56، انظروا ماذا يقول، يقول بولس لكنيسة كورنثوس لأني أصغر الرسل، تعرفون كيف يمثلون التواضع؟ في الحقيقة لست أنا من فعل ذلك، لكن طوال الوقت يقول لكن انظر لي جيدا، تعرفون قصدي؟ لا يمكن أن يكتب تواضع زائف في الكتاب، يسمح الروح له أن يكتب هذا الكلام فقط إن كان مصدقا أنه أحقر شخص بالنسبة للرسل لكن دعونا نراه بعدها بست سنوات الآن يقول لي أنا أصغر جميع القديسين كيف تطور حاله انتقل من أقل شخص في الرسل إلى أقل شخص في القديسين ثم بعد عامين قبل أن يقتل مباشرة يقول يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا لقد وصل الآن إلى قاع برميل البشرية كلها إذا هذا هو ما يفعله وقت البرية لنا، إنه يفعل الاتضاع في حياة كل منا ونحن نحتاج للاتضاع. الأمر الثالث، تستمتعون بهذا؟ حسنا، ما هو الهدف الثالث من البرية؟ إنها وقت اكتشاف النفس. انظروا لهذا الجزء الرائع من سفر التثنية، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك. لاحظ الرب قادهم هذه الأربعين سنة في القفر كي يذلك ويجربك. لماذا؟ ليعرف ما في قلبك. هل يحتاج الله أن يعرف ذلك؟ لا. إنه يعرفك ما في قلبك. إذا هذا موضوع كبير وسيشكل جانبًا كبيرًا من الدورة، وسنقضي درسين فيه. ويقودنا هذا إلى الموضوع التالي: إنه وقت تنقيتنا. هذا قول يسوع لكنيسة ظنت أن لديها كل شيء. تقول: إني أنا غني. انا اصبحت ثريا وقد استغنيت ولست تعلم انظروا لهذا الكلام لست تعلم ما الذي ينقصه ينقصه اكتشاف النفس تذكرون ما قلته ان البريه تكشف ما في قلبك اذا لم يعرف انه الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان وماذا كان حل مشكلته اشير ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار جانب كبير من البريه الهدف الرابع وهذا ما ساقضي فيه درسين التصفية وهي تعني التنظيف والتنقية حسنا خامسا أحب هذا الجانب منها الهدف الخامس تبني قوة في حياتنا إنها وقت قوة حسنا إذا نظرتم إلى لوقا أصح واحد عدد ثمانين أحب هذه الآية جدا أما الصبي يتحدث هنا عن يوحنا المعمدان فكان ينمو انظروا لهذا ويتقوى بالروح وكان في البراري لاحظوا ليست برية بل براري في صيغة الجمع في معظم الاحيان لا تمر باختبار بريه واحد بل اكثر في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل والهدف السادس انه وقت فيه اعلان هذا دون شك هو الجانب المفضل لي حسنا ماذا اعني بذلك دعونا نقرا اشعياء اربعين قوموا في القفر سبيلا لالهنا كل وطاء يرتفع وكل جبل واكمه ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا ثم فيعلن مجد الرب البريه مكان فيه يعلن الله عن نفسه انظروا لموسى في قلب الصحراء يعلن الله نفسه له في العليقه وان نظرتم ليوحنا الرسول انه في جزيره مهجوره ويتلقى اعلانا عن يسوع المسيح يوسف يفسر احلاما في السجن ليساعد الساقيه والخباز ويستمر الامر مع الكثيرين غيرهم وهذا بلا شك هو افضل جانب للبريه حسنا سابعا هدف البريه هو انها وقت يقودنا للوعد الذي وعدنا الله به من قبل حسنا سوف نناقش هذا بعمق لكن لكي اقول لكم الامر بشكل مختصر البريه هي العمليه التي تجهزك وتجهزني للترقية أو لتتميم الوعود التي وعدنا الله بها بشكل شخصي، هذا أمر مهم جداً. عما نريد أن نسأل الآن ما الذي يطيل البرية؟ تذكروا أني قلت يمكنك أن تطيلها. إذا نظرتم لبني إسرائيل فعلوا خمسة أمور أطالت بريتهم. أول أمر اشتهوا أموراً شريرة، هذا سيء. ثانياً عبدوا الأوثان. وهذا ما هي عباده الاوثان اليوم انها وضع ارادتك فوق اراده الله عندما تشتهي شيئا تعرف ان الله قال ابتعد عنه ثالثا ارتكبوا فجورا جنسيا حسنا هذا امر خطير الامر الرابع جربوا الله وهذا على الاغلب اخطر الاربعه امور التي ذكرتها الامر الخامس هذا منعهم من دخول ارض الموعد تذمروا ذات يوم وأنا أصلي قلت يا رب لماذا تتعامل بقسوة مع التذمر؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: لأن التذمر إهانة لي، لأن التذمر يقول لله: لا أحب ما تفعله في حياتي، وإن كنت مكانك لفعلت غيره، اختفاء كامل لمخافة الرب، للاحترام التوقيري له ومخافته. حسنا سأتحدث عن هذا الأمر أكثر لأنه موضوع كبير حسنا كورنثوس الأولى عشرة والعدد الحادي عشر بعد سرد الخمس خطايا وختامها بالتذمر فهذه الأمور جميعها أصابتهم أي إسرائيل كتبت مثالا لنا هذا لمؤمني العهد الجديد وكتبت لإنذارنا لكي تكون كاملا في المسيح تعلم وتحذر نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور أريد أن أخذ وقتا لأقول هذا وسأقول مرة واحدة ما ظللت أفكر فيه حين دخلت بريتي الأولى كمؤمن حديث كطفل في الإيمان ظللت أقول ما هي الخطية التي ارتكبتها ماذا فعلت انظروا لا يدخل المرء البرية لأنه ارتكب خطية ثم اعترف بها وتاب لكن ربما يدخل موسما جافا جدا إن كان يخطئ بإصرار وبشكل مستمر دون توبة يقول كاتب العبرانيين افهموا هذا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم لقد أعطي صوته لنا في كلمة الله والروح القدس يضيئه لا تقص قلوبكم يكتب للمؤمنين إذا مؤمن العهد الجديد يمكن أن يقص قلبه كما في الإسخاط في القفر حيث جربني أباؤكم اختبروني انظروا هذا مذهل انظروا انظروا تعني انتبهوا أتعرفون؟ إن كنت واقفا بالقرب من حافة صخرة على ارتفاع ثلاثة ألاف قدم فيقول مرشدي انتبه لا تقترب من محيط خمس خطوات من هذه الحافة سأسمع كلامه عاملوا هذه الآية هكذا انظروا أيها الإخوة نتحدث إلى مؤمنين هنا أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي بل عذوا أنفسكم كل يوم من ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية ستقص الخطية قلبك حتى إن كنت مؤمنا لا تدع أحدا يخدعك بقوله إن النعمة ستستر وستكون الأمور بخير سأذكر هذا الأمر هذه المرة فقط لأنني أعرف جيدا أنه إن كنت تشاهد دورة البرية فأنت على الأغلب تلميذ جاد جدا سواء كنت طفلا أو فتى صغيرا أو فتاة أو بالغا كبيرا روحيا انت جائع جدا جدا لله لا اريد ان اكرر هذا لكنني اريدكم ان تعرفوا ان الناس يدخلون في بريه جافه جدا جدا بسبب الخطيه المتعمده دون توبه بهذا الامر سنختم هذا الدرس والان بعد ان عرفتم الاهداف السبعه للبريه سوف نستعد للبدء والحديث عن العمليه الالهيه في الدرس القادم